سمعتك اعتقد مع زميلنا هاني حتحوت اللي لم اكن مخطئ يعني، وانت بتتكلم بتقول مش معقوله احنا ربنا الناس سلك على التالق وعلى وعلى، فالناس بتبقى فرحانه بيكوا جدا جدا. وانا ببقى سعيده الاقي محمود ابو الرجال مساعد، الاقي عاشور، الاقي البنا، الاقي امين عمر، الاقي احمد حسام طه، الاقي محمد عادل، الاقي محمد معروف مع حفظ الالقاب طبعا. سامعك وانت برضو عندك حته مراره، يا جماعه احنا بنلعبش كتير، يا جماعه احنا بنقعد فترات طويله جدا جدا جدا، وحسيت بمدى المراره. انا نفسي وانا لعيب لما بتلعب دي ماتش وتقعدنا ماتش ببقى هتجنن يعني. ايه اللي بيحصل عشان القصه دي تتظبط؟ والله يا كابتن التحكيم زيه زي وزي يعني الحكم زيه زي وزي اللاعب، تحتاج دايما تبقى رجلك في الملعب علشان حسيت مباريات. انت بتتمرن، بس بتتمرن بدون ما تلعب او تلعب ماتشات وديه بس، ده مش حاجه تنجحك. انت محتاج تجهز كويس جدا عشان لما التجانس بتاع طاقم التحكيم او قرارات في الملعب بتدي نفسك ثقه، قرار ورا قرار ورا قرار، توفيق ورا توفيق ورا توفيق، يدي نفسك ثقه ان انت تدخل الماتشات الكبيره وانت ما عندكش مشكله، عندك ثقه في نفسك وتبقى جاهز. صحيح. فهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه يعني على الفترات اللي فاتت. احنا بنلعب على فترات طويله، واحنا اتناقشنا مع اللجنه واعتقد ان هم يتداركوا ده الفتره اللي جايه يعني، لان الدوري وقف كتير برضو. بس هو الراجل دايما بحس انه مصمم على موقفه يعني، انه لا والتصنيف قصه تصنيف. انت الحكم خبير ما شاء الله يعني، قصه تصنيف دي موجوده بره ولا لا؟ ولو موجوده هل بتطبق بنفس المعيار اللي موجود في مصر؟ كابتن احمد احنا بنتكلم ان الاتحاد المصري بيجيب مدير فني لفريق او بيجيب مدير تخصصي للجنه حكام، احنا بنحاول نشتغل في الحته بتاعتنا اللي هو الحكم. نعم. لكن يعني احنا في حاجات بنحاول نعملها بس تنقصنا حاجات كتير جدا. انا دايما اطلع في اي مكان اقول اجواء النجاح الدايره بتاعت يعني، احنا بنحاول نعمل الحاجات المثاليه اللي عايزين نقول احنا بنشوفها بره، بس احنا برضو ناقصنا. احنا يعني ما ينفعش انت تيجي على بلد زينا فيها الاف الحكام وتعمل سيستم. طبعا ده حاجه كويسه جدا ولازم تغيير عشان الدنيا تمشي، لكن الدنيا بتمشي بهدوء واحده واحده، بحيث ان برضو يعني في حكام كبيره وفي حكام عندها خبرات تاخد فرصتها، وفي حكام جاي في الطريق. المفروض الحكم يلعب مثلا كم مباراه في الشهر؟ يعني الحكم مش اقل من 3-4 مباريات.